نجمع الشباب جاي أطرى ميبتكة تتكاسة جمدة هنعمل علامة تهز الدنيا جبنا الكاميرا وجبنا العدة قعدنا نصور للساعة 6 وما زهقناش من دي خدمة معتمس يحدث 100 100 بأعلاناتهم الجمدة دي شايفين ولا ايه ها ايه ها ايه فسوف نصعد الآن إلى الجبال ونأخذ جبال وعندئذ يكون نصيبك القتل بالسيف حتى تعلم كل أمم أن نبوخذنصر هو الإله الأوحد في هذا العالم ولا إله غيره. بما إنك تنبأت أن شعب إسرائيل هذا يدافع له عنه، نعم يا سيدي، فسوف أريك أن لا إله إلا نبوخذنصر وسوف تهلك بنفس سيفهم، فلا سوف يخترق سيف جيش جنبك سيدي. قد عينا بين جرح إسرائيل سيدي الذين أهلكون معك. كنت أخبرك بالحق يا مولاي، إنك من هذه الساعة يا حيور تنضم إلى شعبهم كي تكون معهم تحت طائلة انتقامي عندما ينالون من سيفي عقوبة ما استحقوا. مولاي 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 ماذا تفعل بي؟ لماذا سقط وجهك وتغير لونك؟ أليست نبوءتك صادقة؟ فلتختبرها معهم إذن سيدي. ولكن اعلم اعلم أنه لن تبقى فيك نسمة حياة إلا ريثما تستأصل. لماذا مولاي؟ أيها الجنود مولاي اقبضوا على الخير يا سيدي وسلموا إلى عيد بني إسرائيل. يعلم كل من في هذا الكون أنه لا إله إلا نبوخذنصر. وليحيا ملكنا، ليحيا ملكنا، ليحيا ملك كل الأرض. الرحمة مولاي. العيال ابو اسماعيل دول عيال متشلده وهيقطعوكم احسن لك تفلسع وتسيب القضيه دي خالص. انت بتقول ايه يا قاضي انت؟ اه مين ده اللي هيفلسع؟ كبرنا يفلسع؟ لا 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 لا، انت باينك ما تعرفش مين هو الكبير. ايه اقولك بقى، احنا اللي هنظبط شويه العيال دول وهنظبطك انت كمان معاهم علشان تبقى تعرف تلبك تاني في الكبير. طالما انت حلو بقى بتقول شويه العيال دول هيوسعونا، طب اعمل بقى اللي جاي في وش سعادتك ده. انت من النهارده اسماعيل بذات نفسيك. ليه طيب؟ ليه كبير؟ وهنروح ونصب على العيال دول ونطلع، وهتكون انت يا غفور اول واحد هتتقلوص فيهم. ليه؟ ليه كبير؟ لا يا جابي، ليه يا كبير؟ قلت لك ايه زعلك يا كبير؟ خلاص يا كبير خلاص. انا مش عايز زعلتك يا كبير، خلاص تعرف دلوقتي. لا يا جابي، وانا موثقش ايدي بدم ارجلك. ايه يا كبير؟ اقطع الرجال يا جابي، خدوا ومين قدام عزبة ابو اسماعيل؟ يا رب يخرج بعد كده. مين هو الكبير؟ محدش يبص معاه. Ha ha ha!
مش عارفاني ولا ايه؟
انا السلعوة. صفوت باشا عمي وعم المسرح في العالم كله تحياتي يا باشا. أهلا يا مطرح. ايه الاخبار؟ جبتلك النهارده يا باشا نص مسرحي انما ايه عالمي عالمي. اسم المسرحيه الرجل المرعب. ايوه كده يا مكرم اخيرا فهمتني. ايوه رعب وإثارة بقى شغال. مين؟ بص يا باشا. ايه ده؟ احكي لك يا باشا. قول. القصه دي يا باشا بتحكي ان كان في راجل مرعب بيحب يعمل ايه؟ يموت البنات. البنات الوحش يا باشا يبعتلهم جواب على البيت ويهددوا وهوب يقوم كابس على البيت وهوب يقوم جايبه واحد ورا الثاني واحد كل موت قدامه. وبعدين خلاص خلص الحكاية. ومين ده اللي هيبقى على خشب المسرح بعد ما كل دول يموت؟ اطعاف انا؟ دي تبقى مسرحية ازاي؟ انت يا مكرم اصبر عليا بس يا باشا. يا خلاص يا مهمالي لما تعود تعمل حاجة راح قل خد رعب يا مكرم. استاذ المرفوض اتقدمت على مسرح الثلاث آلاف وحققت تذاكر كتير بحت واتعمل منها نسخه اذاعيه وماليه الفيسبوك المسرح الاسباني مثل الفيلم.
مين ده اللي فلسع يالا؟ الكبير يفلسع؟ لا 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 لا، ده انت باين انك ما تعرفش مين هو الكبير. مين هو الكبير؟ مين هو الكبير يا جدعان؟ لا لا لازم احفظ الحته دي عشان تيجي انت من النهارده اسماعيل بذات نفسيته. ليه؟ ليه دي؟ عشان يعرف بعد كده اي خروم مين هو الكبير ومحدش يبق معاه. جيبه بس يا بحضر. ده ذكر يعني. ازيك يا قطة؟ انا مين يا مامي؟ مين؟ ما بتجيش عليا، انا اللي باجي عليك. يا ابن قتل، 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 يا